لأنه بيتم الاستنطاقات، ولو أن الاستنطاق مش ممكن إذا كان فما جزء من المتهمين مش حاضر، لأنه لاحظنا غياب عديد من المتهمين. فيهم محاضر جلسات، لأن فما محاضر جلسات اللي حضروا في اللجنة المشتركة ولا ثلاثة اجتماعات حضروا فيهم. وين؟ ما نسألك أنت. نسألك مش تسألو؟ أنت تقول لي وين؟ أنا ما يخيبش تقول لي بينهم، أنا مانيش مختص. وإذا آخر نهار في خلية المتابعة. أي نعم. باهي، المحاضر وين تمشي هذيك؟ المحاضر عنده هو يكتبهم. إيه وين تقعد؟ يسلمهم للوزير، ما هي ما يعطيهمناش. أما يدورهم ويبلغ المبلغ بتاع الأمير. ولا عن طريق المدير العام؟ ما نعرفش عليه. باش ما عملتي بالخليل يا سيد الرئيس. بالله اسمعني راني يا سيد الرئيس مش حكي كيف خدريتي لو غير انت تجزة في تم الكلام تحط تقوله لي تقول ومن بعد تقول لا ما نعرفش هو قلت ما واحد يسمع بلاخ شنو قرر اذا انت قلت لي نقرر واحد ولا ثاني قرر واحد باش يقرر واحد كيفاش باش يسمع هو انا نقرر على قرار هو يسمع ويسمع وانت ما تسمعش هو التعليمات اللي يعطيها المدير العام الامن الوطني يلزم يبلغها هو مش مبلغها انا قلت انت انا تعليماتي وحدي وش اسمه تعليمات واحدة ولك تعليمات واحدة كنا وذيك تعليمات واحدة ولا وهذا ما كنت بتاعي وحدي راني تو كيفاش هو باش يعرف اني انت اعطيت الكتاب قالوا يا فلان بدي اتصلت بجماعة كذا كيفاش محمد عبد الكريم باش يوحى هو ما انا كيفاش انا ما وضحتش انا ما وضحتش انا ما وضحتش على إدارة عامة عائد في العام الأمن الوطني يعني تعلي يعني تعليمات مثلا يقول عدم دخلنا صاحب أسحاب واحد صاحب كذا مطمو وفي ما في إدارة في العام نخرج بلخ ما أنا هو سمعت سمعت واحد هي التعليمات هذيك بتاعتها بالطبع هو سمعت هو متواجد بالطبع متواجد معناها في جلالة تعطاه مدركة هو متواجد سمعت كي التويري قال معناها اسمعها اي نعم وانت ما سمعتش اللي تم واحد دخلت هاك انت تسمع جد طبعا انت ما سمعت دخلت تسمع بالقتل اللي صار وبالجرح اللي صار باعتبار انه يسبب واحد دخلت تواجه ثلاثة اجتماعات تعملوا في لجنة في إطار اللجنة المشتركة حضروا معها نشرت عليهم وزير الداخلية بما فيهم يعني ولا اجتماع لومي حسب ما نعتقد في إدارة جدة من عام التجمع في وزير الدفاع في سفينة عمار فيها عميد شمبير فيها سنوبة المعالي من ذكروا في الحرس أنا حرصت فيها الحماية المدنية في هذا المدير العام تفقد لي رأي وأنا رجل الأمن الواحد يتدخل ومدير التفقد لي العام المدنية خلاص عليك رأي ورغم اليد اللي ضربت واللي ضربت واسحب هزت واحد احتضرت على اسحب مش نجيش من ايه خبيطة خبيطة ويسألوا حفظنا عليها مش نتقعش حمام دم واحنا لو كان حبينا دارت نعطيه التعليمات يا سيد الرئيس رغم في نهار 14 وقتي قرب قوسين وقلنا من الموت نص ميت وخمس نصاب في عدد بتاع وزارة الداخلية وخمسة وربعين في البحر كانوا نجموا كانوا نجموا نوتوا كانوا نجموا كذا ما عطيناش شديد واحنا نشكو السلمين لضبط نفسي مش على خاطر التواجد كانوا مستريعة مش على خاطر ثم عوان كانوا وطنيين كانوا بالداوة رفضوا وشوفوا النار عطينا واحدة تعليمات ورفضوا عطينا واحدة تعليمات ورفضوا اي رفضوا استعمالوا كنوع تاع ها وطاب ورغم هذا الخط مش باعته من سحر ها مستحيل كل شيء حاجه كتابيه في طاقه لحنا هذه كتابيه بس حاجه من الشغل نعملها ولو كان مخارج على خط خاصي انا في الوقت حاجه لو تعليمات بتفكر لها
عدم الاستقرار عيش من مشمولات، مشمولات رئيس الدولة، الوزير الأول، ووزير الداخلية. لكن أنا خليت على عاتقي مسؤولية ينقص مكان التعامل مع رئيس السابق، لأن أنا في نفس المحكمة لكن تهمة أخرى، تهمة الخيانة العرضية. ما يلوش معلش مولات، ما فيش الحق. نعطي تعليمات بعد ما تلاقي النار. معناها هو أعطاها تعليمات كيف تلاقي النار. هاو من خراطيم المياه تو اللي حاضر معنا شهر مدريد. صار ثم كان ثلاثة مرات. ومن عام 77 ما تغيروش. في مناطق معينة. صحيح هما نقص. اما لكن ليش؟ هو العون ما عندوش هذا مش يتصدى مش يتدرج، انت تدرج عليه كل تعليم. عنده الميجافون، عنده الغاز، عنده البوكليه. عدة مراكز عندي يقولوا لا ما عندناش. الميجافون ما تسمعهم معاك هنا يقولوا رانا نصيحوا بالعياط، راهو حتى الميجافون ما عندناش. لكن ما تدرش مناطق. هاو حتى البوم لكريموجين نفس ما تمش. سيدي الرئيس أنا شربني من الضلكم يا عيش خليني صنقه أنا مطلع على الملف كله في جزئيات. بدأت السؤال هذا من زوجة مشكلية على سيد الرئيس لأنه التشييس كيفاش يتم يشتغل في الإدارة العامة المصارف المشتركة رمز هذه الإدارات العامة كلهم عارفين شنو القلس كيفاش شيء يلعبوا في الناس ما عندهاش يتم كل مدير عام يبعث للاداره العامه للمصارف المشتركه مباشره شنو هي حاشيه الطلبات. الاداره العامه للمصارف المشتركه حينها يتم تصير حاجه مثلا قسما قسما توقف يجي وهكذا ولا بناء على شكون التعليمات كانت متابعه لا مدير عام هو يحمل حاجة معناها خليل متابعة هي قاعدة تشرب. خليل متابعة هي تتبع. تتبع ومش تشرب عليها زيادة كيفية التصدي المتهربة. ما لو احنا نقولها مرة ثانية وتصرف. لا 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 التكوين بتاعها مش يدخل المدرسة هو تكوين معناها كيفية التصدي المتهربة. عندهم قانون يقرأوا. عندك وسائل بتاعك، عندك الضباط بتاعك، يعني الضابط والاحتياط بتاع العائلة، لازم يعرف شحال ما يعرفش، أنا بغيت نقول راهو يا جلال، طبعا بالله راهي في القصبة يحب مثلا راهو يطلبوا على بوسطة ولا كذا، وطريق يكون أبعد، طلب معناها قايد الميدان هو اللي يعرف كيفية التصرف، وما يخش تعليمات فيها، في يوم لا، لا، نعاود نقول هذا الرئيس يعني كان ما يكفيش بس هذا،